مشروع الأبراج هي كانت رؤية ملكية ورؤية للقوات المسلحة، للقيادة العامة للقوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية. كما تعلمين بأن مدينة الحسين الطبية أصبحت مكتظة بسبب كثرة المراجعين، وسوف أقول رقم يعني 24,000 سيارة تدخل مدينة الحسين الطبية يوميا. في بعض المدن في أوروبا لا يوجد فيها 24,000 سيارة. بالتالي كانت الرؤية هو أنه نستغل مساحة الأرض بعمل أبنية أفقية وليست عمودية وليست أفقية عفوا، بحيث نستغل الأرض وبالتالي تخدم الأرض أكبر عدد من المواطنين. كذلك تم الطلب إلى القيادة العامة بإضافة 170 دونم إلى أراضي مدينة الحسين الطبية، وقد وافقت القيادة العامة وبجهد عطوفة الرئيس على إضافة هذه الأرض إلى أراضي مدينة الحسين الطبية. المشروع الآن قيد التصميم، ونتوقع أن ينتهي التصميم. تم إحالة طبعا تصميم المبنى على واحدة من أكبر شركات التصميم في العالم، وهي شركة آيكوم الأمريكية، وسينتهي التصميم النهائي في شهر نيسان من هذا العام، ثم سيتم عملية تأهيل المقاولين، وهي عملية ليست إحالة، إنما هي عملية لطلب من هم المقاولين المهيئين لبناء مثل هذا البرج، ثم سيتم طرح العطاء لبناء البرج. التكلفة المتوقعة لبناء البرج هي حوالي 800 مليون دولار. هذا المبلغ نتأمل أنه يكون إذا بدأنا في نهاية هذا العام بيكون جاهز في عام 2023 بإذن الله. هذا البرج يتكون مبدئيا من 30 طابق وبسعة 950 سرير، ويستطيع وخدمة المواطن الأردني للعشرين عام أو 30 عام المقبلات، وهي رؤية إلى عام 2050، وبإذن الله يكون صرح مميز في القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية، وجاذب للسياحة العلاجية. كما تعلمون أن السمعة الطبية للمملكة الأردنية الهاشمية انبثقت وطلعت من الخدمات الطبية وإنجازاتها، وبالتالي بإذن الله تستمر هذه السمعة دائما. بدي أسأل عن الإسعاف الجوي بالنسبة لما بين المحافظة، نعم، إذا كان في خطة بهذا المجال. سيدي، الإسعاف الجوي موجود في القوات المسلحة منذ قديم الزمن، وكما تعلمون يوجد لدينا تخصص طب طيران، وكذلك فريق إسعاف جوي جاهز ل 24 ساعة وسبع أيام بالأسبوع. نتلقى الأوامر بإخلاء طبعاً من القيادة العامة للقوات المسلحة، ومعظم الأوقات بتوجيهات جلالة القائد الأعلى، إما بإخلاء الإصابات من المحافظات أو من الدول المجاورة، حيث يتم إخلاؤهم عادة إلى مدينة الحسين الطبية. وقد تم إخلاء العديد من المرضى كما تعلمون، إما من الدول المجاورة أو غيرها من السياح أو المواطنين الذين يتعرضون لإصابات بليغة، يتم نقلهم إلى مدينة الحسين الطبية. كذلك قام جلالة القائد الأعلى بإهداء القوات المسلحة والخدمات الطبية طائرة مستشفى تستطيع إخلاء 72 إصابة من أي مكان في العالم، والطائرة المستشفى مجهز بغرفتين عمليات وسبع أسرة عناية حثيثة، ويستطيع الحركة خلال 3 ساعات من إصدار الأمر.